الكاتب الجميل ابن الناس عمرو منتصر بيقول في إحدى مقالاته: زمان كانوا أهلي بيقولولي لما تيجي تصاحب أو تكسب معارف جديدة، حتى لما تيجي تختار شريكة حياتك، حاول تدور على ولاد الناس. وأنا حقيقي ما كنتش فاهم يعني إيه ولاد ناس. هل مثلا الناس الأغنياء اللي معاهم فلوس، ولا الناس اللي مستواها الثقافي عالي، ولا الناس اللي عندهم سلطة ونفوذ؟ لكن لما كبرت عرفت ابن الناس بالمعنى الحقيقي. ابن الناس يعني إنسان أهله ربوه صح، ناس تعرف الأصول وأصلهم نظيف. فرق كبير قوي بين اللي معاه فلوس وابن الناس. ولاد الناس تحس إنهم خليط ما بين الأدب والأخلاق، على التربية المحترمة والطيبة والجدعنة، بيلبس حلو جدا، لكن مش شرط يكون اللبس ده غالي أو ماركة، بيتكلم بشياكة مع إنه ممكن يكون اتعلم في مدارس عادية، بيراعي اللي قدامه، حسيس جدا مع الناس، اتربى على احترام الكبير، لا عمره علا صوته عليهم ولا بجح فيهم. وفي صفة مهمة جدا بتجمع ولاد الناس، بس إنهم وقت الخصومة أو المشكلة محترمين، ما بيطلعش منهم غير الخير. ولاد الناس مهما دست عليهم ما يطلعش منهم غير الأصول. عمر حد فيهم ما يجيب لك سيرة زلة انت عملتها قدامه، عمره ما يفضح سر حكيتهوله قبل كده أو استأمنته عليه. ابن الناس لما بيزعل بيراعي السنين والعشرة، وأقصى حاجة ممكن يعملها إنه يبعد علشان لا يأذي ولا يتأذي. ابن الناس بيحافظ جدا على كرامته، وعمره ما يقبل الإهانة. وخدوا بالكم جدا من الحتة دي، ممكن ما تعرفش ابن الناس وسط الناس العادية، لكن الأكيد هتعرفهم في الأيام الصعبة والمواقف الوحشة، هتعرفهم وقت الخناق والمشاكل، وهتقدر تفرقهم من وسط مليون واحد. دوروا على ولاد الناس في اللي حواليكم، وحافظوا عليهم واشتروهم بكل اللي تقدروا عليه، علشان الناس دي قيمتها غالية جدا. إلى اللقاء.